السلام عليكم زينات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير مهنيين بصحه جيده والمورال تري بيان. نهار جديد فيديو جديد، نتمنى ان شاء الله الفيديو تلقاكم مهنيين. اليوم عندنا روتين تاع الجمعه، شوفوا اختكم صبحتنا ناشطه ناشطه ما شاء الله، صبحت على الماء بكر نوت بكري باسكو كانوا جايين عندي اضياف، الوغ لازم نوضو صبح بكري. نقيت هذاك الحوش فح فحته اللي سقستني واللي قالت لي خدمتي الحوش وكلشي، اليوم ان شاء الله نجاوبك. كما راكم تشوفوا فيه الماء مكاش احسن في الصيف من الماء، كلشي كما قال لك يهون ولكن الماء يكون باسكو النقا التدواش نستعملوا بزاف 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 الماء. الوغ كما تشوفوا اختكم صبحت معنا، نقيت هذيك الطاقه تاع الكوزينه من برا، كانت شويه مغبره ولكن ما لقيتش كيفاش ندير نغسلها بيسك راني دايره الكرياج، التغسيل تاعها شويه صعيب. الوغ رشيت عليها غير هكا الماء وبردت الحوش، بديت به هو الاول قبل ما نبدا في حتى حاجه. فطوري كنت جبت اللحم يدي كونجلا، موجده خضرتي تاني منقيتها ومقطعتها وكلشي موجدتها، و دايره انا ملي نكون هكا عندي حاجه دايره ندير دائما البروغرام تاعي دافونس. هذيك الشيته اللي نستحقوها غادي نبداو ان شاء الله في الغسيل تاع الفراش، ومازال هذا العام على بالي راني الروطار نغسلت غير الحوفه هذاك النهار معكم، ولكن الكوفرتاسيون كلشي هذه مات ان شاء الله نبداو فيها. بعد ما كملت بديت بالحوش كما شفتوا بارطاجيت معكم، ما كانش عائله جزائريه اسره جزائريه ماهاش دايره لي من الطعام، كاع ما تقولوليش بلي ما كانش دار ماهاش دايره. اليوم الطعام اكيد باللحم، هنايا نديرها كميه كبيره كما راكم تشوفوا لان جايين ضياف عندي اول مره يجوا عندي، الوغ نديرها كميه ما شاء الله. انا الخضره تاعي راني نقيتها راه درتها في الماء دوك نصفيها، واكيد باللحم هذه مات ما عندنا مهرب على اللحم. اللحم جبت كميه كبيره كونتيتي كبيره ماش تبان لكم هنايا، المهم والبصله كثرت البصله خليت تقلى مليح مليح مليح، ومن بعد ندير الخضره نتاعي وندير الطعام تاعي فور. دوك ندير القدره نديره ايفور ونعطر الحاله ونخدمو طعام كما قالك الواحد على الخاطر وعلى هنايا كما قلت نقيت الحوش كما شفتوا معايا. هنا شريت هاد لاسيوس بغيت نمدها لكم تاع القهوه، هنايا انا القهوه راه راني خليتها كما كتشوف بعد ما طيبي اكيد البره تاعك تاع القهوه. صبرت شويه نجيب معكم القهوه والبراد، ها هو هنايا يبقى لك هذاك التلوه كما نقولوا لها حنايا ولا هذاك البقايا تاع القهوه فابخيس ولا في البره تاع القهوه، ولا ديريها تنشف كما هذه مات كنا نديرو الجمر ونديرو النار ديريه كي تبخيره تبخري به الدار. علاش كاع انواع تاع الحشرات، حشره واحده ما تقعدلكش في الدار، ناموس مش عارفه انا دبان اي نوعيه تاع الحشره، وانا عندي شويه حشيش في الحوش وكل شيء الوغ عندي بزاف الناموس. الوغ نديرها هكا في الثقه نخليها تنشف تيبس، ومن بعد يا ديريها بالجمر يا ديريها فوق حاجه ما تحقيهاش طاوه صغيره ما تحقيهاش، ولا تحرقيها فوق النار تبدا تطلق في البخار نتاعها تفوتيها في الدار تبخري بها. انا ملي شفتها دروك تفكرتها بغيت نبارطاجيها معكم. هنا كيما راكم تشوفوا الشيرات بعد ما وجدت فطوري خليت التسييق هو التالي، قلت لبنتي خلي حتى نكملوا كاع كلشي عادك باش نقوا الارض ونسيقوها. سيقت كملت الحاله راه نقيه عندي ما شاء الله، فطوري راه واجد هايله. شوفوا شحال الساعه تشوفوا فيها راه 12، راني مشعلت لكم لي سبورت باش تبان لكم غايه ما غير كرهها شميسه نهار شباب. المهم شيرات طعامي ها ولا فورته، درت زوج تاع التفويرات زوج تاع الكساكيس بليطو ماشي زوج تاع التفويرات باش ما يخصنيش، كيكوط راه معمره مارق ما شاء الله جاب بنينجا حلو كي العسل شهيتكم في الجنه. بيان سيغ قلعت اللحم تاعي هنا خليته يبرد باسكو طاب متأمنوش عقلكم هاد العام جاني ما شاء الله طاب بالخف. انا كنت دايرتها بلي مازال مزيه حليت كيكوط ضربت الله عليه لقيته طايب ما شاء الله، واحد اللحم تاع هاد العام ما شاء الله اللهم بارك. المهم شيات هاد اللحم تاعي راه واجد، المرق تاعي هذا وين درت على حاول تبلعت عليه باسكو زدته لقيته شويه عاقد يجي شويه خفيف ما يجيش عاقد بزاف، ما نديروش على الحاله كي راها هنايا. المهم هنا باغي نقطع هاد نص تاع الدليعه نديرها في طبسي وتاني نديرها بالتيخه تاني تبرد تاني نقطعها
وهذا هو فطورنا، ما كاش كما احسن منه. الطعام نعمه، ربي دومها نعمه ان شاء الله عليا وعليكم. خليكم، روحوا كمل صوالحي ونتلاقوا ان شاء الله في طاوله الفطور. يكونوا ضيافه، ومرحبا بهم، راهم منورين اليوم. الدار، شوفوا الدار الكبيره، ما قالك انا ماشي كبيره بزاف، ولكن الدار اللي تكون يجوها وتطيبي وتحطي دائما نعتبرها دار كبيره. ربي ان شاء الله يدومها نعمه عليا وعليكم. نتلاقوا ان شاء الله من بعد في طاوله الفطور. انا شي لا طعامي راه وجد، راه ضيافي راهم جايو، صاي راني بديت نحط باش نسربي لهم الطعام. راكو تشوفوا درت هنايا ثلاثه تاع ماشي زلايف، زلايف كبار باش ما يبقاليش، ما نكذبش عليكم، ما نبغيش انا الطعام تكثري هذاك ديك الكميه الكبيره في الزلايف دوك الكبار ومن بعد يبقى لك. نبغي نحط كميه ديك هي، ولكن باش تكمل، ما نبغيش انا الطعام هذاك يبقى في الزوائد في الاخر. المهم المرق تاعي شوفوا كيفاش راه شهي 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 ما شاء الله. هنايا كنت باغي نسقي بهذه الطريقه، عاود جاني فيه بزاف البصله وكل شيء، الوغ صفيته في الكسكاس. دوك تشوفوا معايا كيفاش صفيته، هذيك الحفره الشهيره تاعي اللي نديرها باش المرق يدخل. ما على باليش على باليش لا استيس فيها ولا ما فيهاش، ولكن انا جداتي لقيتها ديرها او امي ديرها حتى انا تبعتهم. شوفوا هنا صاير راني صفيتها كما شفتوا في الاولى، كان فيه شويه بصل وفيه الخضره، ولكن من بعد صفيتها في الكسكاس. ونبدا نسقي، ما نسقيش بزاف باش من بعد كل واحد كيفاش يبغي، اللي يبغي يسقي نحط له المرق قدامه. هذا هما زلايفنا تاع الطعام بعد ما وجدتهم. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، جا واحد الطعام شهيتكم شيات في الجنه. بهذه الطريقه وديك الجماعه كما قال لك الواحد سوى الدنيا وما فيها، حنا بينا هذيك اللمه وهذيك الجماعه ويجوك الاحباب وتفرحي بهم، هذيك هي الصح، ربي ان شاء الله يتقبلها منا. ندير لاتاي باش نتاتوا، درت البراد هنا فوق النار. انايا الحبيبات انا مسمن بغيت نوريهم لكم النهار اللي درتهم معكم في النهار الاول تاع العيد. شوفوا كديتهم في كونجيلاتور، نديرهم فيها ساشي بالعيهم ليه ديرهم في كونجيلاتور يقعدوا، نشارككم يقعدوا تقولي تحلفي عليهم بلي هذا وين درتيهم. ها شوف شوف تقولي هذا وين درتيهم، ديري طاجين مقلى الحاجه اللي تكون عندك، تحطيهم يحموا شويه يدفو، ديرهم الحسيله تقهوي بهم. انا دائما كيما هكا من تكون مش عارفه تكون باين لي ندير كوانتيتي كبيره، نقسمها هكا في ساشي في الكونجيلاتور. في ناس بغينا كلشي نعزجو باش نديرو الحاجه ولا العشويه، تلقيه واجد تحميه وتحطيه تاتي بيه وبصحتك. هذه بدنا نعطيها لكم هكا استيس، كاين بزاف راهم يديروها بيان سور. انا خلي حما نطيبو لاتاي بنعناع الله الله، ونروحوا نجمعوا برا في الحوش. مازال ما وريتها لكمش مليح باش تعطوني ولا شفتوه معايا تعطوني، نتمنى ان شاء الله تعطوني رايكم اسكو عجبتكم لا دار لو سولي درتها. مازال باقي لي الحيط يجي نروح نتمو نهضر. كما شفتوا في خدمتها في الكغي هكا جاي حرشه الارتاحه، جاي حرشه كنت هكا في الكغي، والحيط راني شريته في البلون. راه مازال يجي يدريسي ويخدم لي لا فايونس ان شاء الله في الحيط. عطوني رايكم كيفاش جاكم اسكو عجبكم، اسكو البوله راه واحد حتى تلعب، راه شويه الهواء راه برد الحال. شوف شوف لا غوب تاعك راه وحدها راه برد الحال. نجمع ان شاء الله نتاتو هنا. هنايا بعد ما وجدت لاتاي وحطيت داك المسمن، هنا الطابله تاع الكوزينه بالك روماركيتو شيات في الفيديو بلاني خرجتها من الكوزينه، باسكو الطياب لا فابور تاع العيد وكل شيء، وكان شويه فيها الحموه الكوزينه امبوسيبل باش نجمعوا سيرتو في النهار باش نفطروا فيها. الوغ داني دارتها في بلاصه استراتيجيه في بلاصه فيها الكوروندير، جمعي فيها وما ما تحسي بالماكله تاعك. المهم شيلات، هذا كان فيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم وعجبتكم لا فيديو، عجبكم بارطاج بكل بساطه. نتمنى منكم ان شاء الله غير الدعم والتشجيع، رانا قريب من 100,000 مشترك، ما تبخلونيش بهذاك البارطاج بهذيك لي جيم اللي تعاونوني بها، هذاك هي المساعده دائما نقولها لكم، نقول لكم بالمساعده تاعكم بهذاك الجيم. احبكم في الذي احببتوني فيه، تهلاو في رواحكم وسلام.